خاوية على عروشها، هكذا بدت مدينة القصير بريف حمص الجنوبي منتصف عام 2013. المدينة التي شهدت في تلك الأثناء أشرس المعارك بين الجيش السوري الحر من جهة وقوات نظام الأسد وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، معارك انتهت بسيطرة النظام على المدينة وتهجير أهلها منها. وفي خطوة بدت أنها لإبعاد تهمة التغيير الديمغرافي عن حزب الله، يخرج حسن نصر الله الأمين العام للحزب في خطاب متلفز بث أمام حشد من أنصاره في الضاحية الجنوبية لبيروت ليدعو أهالي القصير إلى العودة إليها، دعوة جاءت بعد 6 سنوات من انتهاء المعارك فيها. خلال السنوات الماضية قيل الكثير عن، طبعا من الأكاذيب، عن التغيير الديموغرافي في سوريا وخصوصا في المنطقة الحدودية، واتهمنا نحن، اتهم فيها النظام بسوريا واتهم فيها حزب الله، وأنه حزب الله والحكومة السورية متواطئين ومتآمرين وفي مخطط لتغيير ديموغرافي وين؟ على امتداد الحدود اللبنانية السورية مع البقاع بالحد الأدنى، يعني منطقة الزبداني، منطقة القلمون، منطقة القصير. حلب اليوم التقت بعدد من مهجري القصير في منطقة إدلب واستطلعت آراءهم. المهجرون عبروا عن رفضهم القاطع لدعوة نصر الله بالعودة. زرع براس طائفته أنه دول أهل القصير بدوا يدبحوكم، بدهم يعملوا ونزلوا لعنا وهن اللي قتلونا وهن اللي هجرونا، شلون بدنا نرجع لعنده؟ هو اللي هجرنا وهو اللي قمع الثورة، ثورتنا بالقصير، وهو اللي هجرنا وقمعنا، هو ساند النظام ضدنا، وما راح نطلع، ما راح نرجع هالحاز الا احنا معززين مكرمين وروسنا للسما باذن الله. وانت يا حسن نصر الشيطان اللي تدعينا هالحاز نرجع للقصير، ايش سويت بالقصير انت؟ ايش خليت بالقصير؟ ايش ضل بيها القصير؟ حال القصير اليوم يختلف عما تركه عليه اهلها. المدينة هذه الأيام باتت تضم ثكنات ومقرات لحزب الله، إذ كشفت صحيفة المدن اللبنانية في تقرير لها أن الحزب نقل عوائل عناصره إليها وأسس حسينيات وحول منازل مهجرين لمقرات عسكرية واستباح مساحات شاسعة من الأراضي وحولها إلى مزارع للقنب.